جاءت نتيجة فحص ممرض عمره 45 عاما في كاليفورنيا إيجابية بعد أكثر من أسبوع من تلقيح لقاح شركة فايزر للوقاية من فيروس كورونا. وكان الممرض ماثيو الذي يعمل في مستشفيين محليين مختلفين قال على صفحته على فيسبوك إنه تلقى جرعة من لقاح فايزر، وأبلغ منفذا إعلاميا ينتسب لقناة ABS نيوز التلفزيونية إن ذراعه ظل محتقنا مدة يوم لكنه لم يصب بأي أثار جانبية أخرى. لكن خبراء أكدوا أن هذا السيناريو وارد، مضيفين أن الاختبارات السريرية كشفت عن مدة بين 10 أيام و14 يوما ضرورية للبدء في تكوين الحماية. الأبحاث أكدت أيضا أن الجرعة الأولى تعطي وقاية بحوالي 50% وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95%.